فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، عدد من صلى عليك وعدد من لم يصلي عليك، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله، عدد جديد، لقاء متجدد. برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا هذه الأمسية بإذن الله صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا أبو عبد السلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخنا أبو عبد السلام مرحبا بي وبكم، أهلا ومرحبا. الله يبارك فيك الله يحفظك إن شاء الله. كما نسعد مشاهدي الكرام بهذه الرفقة الطيبة للسيدة زينب، تترجم فعاليات هذا اللقاء المبارك عبر لغة الإشارة، وعبرها نحيي جمهورنا العريض من متابعين عبر هذه اللغة، ونتمنى لهم أوقاتا مفيدة عبر هذا الفضاء. لطالما تحدث العبد عن حب الله، لطالما تفكر فيما كان هذا الحب حبا حقيقيا لله أم حبا مفتعلا، فكيف يكون الطريق الصحيح لحب الله؟ عن حب الله نتحدث هذه الأمسية شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك ونعم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا الموضوع الشيق، الله، الموضوع السري بين العبد وربه، لأن محل الحب ومحل الكره ومحل الحقد ومحل الإكبار ومحل التعظيم ومحل التقدير هو القلب، الله، ولا يعلم بشأن القلوب إلا هو سبحانه وتعالى. إن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحب بين العبد وربه في الحقيقة نتحدث عنه من اتجاهين متعاكسين. الحب من الله إلى العبد أولا، ثم الحب من العبد إلى رب سبحانه عز وجل. حب الله لعبده، أول مظاهر هذا الحب، الله تعالى أولا يحبنا، لازم يكون هذا يقين ومعتقد راسخ في قلوبنا بأن الله تعالى يحبنا. سبحان لولا حبه لنا لتهنا في الدنيا ولا ضعنا ولا مهتدينا إلى سبل السلام. والله تعالى بحبه لنا نخطئ ويغفر، سبحان، نخطئ ويسامح، سبحان، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، سبحان، فاستغفروني أغفر لكم. يعني ليس مطلوبا من العبد سوى كلمة أستغفر الله، لكن تخرج من قلب، من اليقين، لأن الله تعالى لا يحب الشك ولا يحب الريب ولا يحب النفاق، يحب الصدق واليقين. فلذلك إذا قال العبد: يا رب إني أذنبت ذنبا وليس لي رب سواك يغفر الذنب ويأخذ به إلا أنت فاغفره لي يا رب، الله يتباهى بهذا العبد عند ملائكته عليهم الصلاة والسلام، فيقول لهم: ملائكتي، هذا عبدي أذنب ذنبا وعرف أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فاستغفرني، اشهدوا أني قد غفرت لعبدي. الله، يكرر العبد الخطأ ويكرر التوبة والاستغفار، ويأتي التكرار الغفران من الله تعالى. وفي المرة الثالثة يقول الله تعالى لملائكته عليهم الصلاة والسلام: هذا عبدي أذنب ذنبا وعرف أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فاستغفرني، اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لعبدي، وليفعل عبدي ما شاء. الله،
يعني هذا لطف الله، هذه رحمة الله، هذا حب الله لعباده. يعني كيف أكون أنا مسلما لولا توفيق الله؟ كيف أكون على الطريق المستقيم على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا لطف الله وحب الله؟ فالله هو الذي هداني إلى هذا، هو الذي جعلني مسلما. يعني لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسولنا. يعني صحيح، يعني معناها الهداية من عند الله. صحيح. تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذه الهداية. يقول أحد العارفين بالله: إذا أردت أن تتعرف إلى حب الله لك، انظر إلى مظاهر الإحسان من الله إليك. كم أحسن إليك الله تعالى؟ كثير. أول حاجة خلقك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني الله تعالى ميزك بصورة كاملة متقنة جميلة تفخر بها وتعتز بها. عندما تقف أمام المرآة لا تملك نفسك إلا أن تقول: أحمدك ربي وأشكرك على هذه النعمة. اللهم لك الحمد. إذن هو المحسن سبحانه، والإحسان هو الذي يأسر القلوب سبحانه، هو الذي يرقى بها إلى هذا المستوى من الحب بين العبد وربه. تتعرف إلى ما مواطن الإحسان من الله تعالى حتى يزداد حبك له. الله. من الذي أعطاني القدرة على أن أنظر، على أن أسمع، على أن أتكلم، على أن أتذوق، أتذوق الذوق الحقيقي في الملموسات والذوق المعنوي في المعاني والآيات الكونية؟ من الذي أعطاني هذه الحاسة التي أدرك بها معية الله لي؟ هو سبحانه. إذن هذا معناها الله أحبني. فإذا ما مرضت فهو أيضا يحبني حتى في مرضي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. الله، محبة في الابتلاء. وفي رواية أخرى تقول: إذا أحب الله قوما ابتلاهم ليسمع تضرعهم. الله تعالى يعجبه مني كعبد له، واللهم اجعلني عبدا خاضعا خانعا خالصا لوجهك. عندما يكون هذا الخضوع وهذا الخنوع، هذا مما يعجب الله في عبده فيكرمه. مقام العبودية. مقام العبودية، بارك الله فيك. فإذا هذا كله سيدركه العبد من التعرف على مواضع الإحسان التي تلقاها من ربه سبحانه عز وجل. من الذي أكرمنا بهذه الأرض وما عليها من خيرات، وهواء نتنفسه ونستنشقه، وبحار نتمتع بها وبما فيها، وهذا الكون من الجبال والأنهار والنجوم والفضاء؟ من الذي تكرم علينا بهذا الثوب الجميل الذي أعطانا إياه لنعيش فوقه ونتمتع بلطائفه؟ الله. هذه كلها من مظاهر الإحسان الإلهي لعباده. هذا دليل الحب من الله تعالى لعبده. كان أحد الناس عنده خادمة قامت في جوف الليل تصلي ركعات قياما لله تعالى، سمعها تدعو في سجودها: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تزيدني في هدايتي، وأن تزيدني استقامة، وأن ترزقني حبك في قلبي يا رب. سمعها صاحب البيت، انتظرها حتى سلمت من صلاتها، فقال لها: يا ابنتي، ليس هكذا تدعين الله تعالى؟ من أين تدرين أن الله يحبك؟ اسأليه بحبك له. اللهم إني أسألك بحبي لك، لأن هذا يقين في قلبك أنت. قالت: لا يا سيدي، لولا حب الله لي من أيقظني في هذا الجوف من الليل حتى أتمتع بركعات بسجدات لله تعالى؟ ومن أسمعك كلماتي، من أسمعك هذه الكلمات، ومن أيقظني حتى أحس لذة الإيمان في سجودي ولذة القرب من الله تعالى؟ أليس هو سبحانه؟
إذا حبه أسبق من حبي. هداني لأسلك طرق حبي إليه. إذن هذا حب الله تعالى. ثم إحنا قديما إلى عهد قريب كنا بعد صلاة التراويح نذكر ذكرا جماعيا، مما كنا نقول: حمدناك شكرناك على ما أعطيتنا، جعلتنا مسلمين، محمد صلى الله عليه وسلم شفيعنا ونبينا ورسولنا. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني حمدناك، من الذي هداني؟ قل الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، الشيخ محمد، يقول: هب أني ولدت لأبوين غير مسلمين، من أكون أنا؟ ألا أكون جنديا من جنود الشيطان في محاربة الله في أرضه، في نعمائه، في كوني؟ ولكن الله تعالى بلطف منه وحب أكرمني أن أكون ولدا لأب وأم مسلمين، فأرث الإسلام أولا، ثم أتعمق فيه وأتعرف عليه وأحس لذة القرب من الله تعالى بهذا الدين الكريم. من الذي أعطاني هذا الاهتداء ثم هدى؟ أليس من الله تعالى؟ سبحانه. إذن هذه من لطائف حب الله لعباده. ومن ثم أولا نسأل سؤال: هل المحب يمكن أن يعاقب من يحب؟ يعني هذا من المستغربات ومن المستبعدات على العقل، أن يصدر الإضرار ممن يحب لمن يحب، هذا ممكن؟ إذن أنا مطمئن من جهتي الله تعالى أنه يحبني، إذن ما الذي يجب علي أن أفعله؟ أيوة ممتاز. وقد تعرفت إلى حب الله لي، أليس من أضعف الإيمان أن أبادله نفس الحب؟ يعني أن أحب الله تعالى. فإذا أحببت ربي، هل أملك أن أعصيه؟ أبداً. أن أخالف أمره؟ حاشا. أن أنحرف عن منهجه؟ لا. ولكن الله تعالى بلطفه وإحسانه قال لي: أنت تحب الله يا عبدي؟ برهن على أنك تحب الله. كيف يا ربي أبرهن وأنت تعلم ما في القلوب؟ قال: اتبع رسول الله. تبرهن على أن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبرهن أنا على حبي لله تعالى أن أسلك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى قدوة لنا في جميع صفات الكمال والنبل والأخلاق العالية، وإنك لعلى خلق عظيم. معنى ذلك: إذا أردنا السعادة في الدارين ما علينا إلا أن نسلك منهجه صلى الله عليه وسلم. وللحديث في هذا الموضوع جميل شوق كبير. الله يخليك شيخنا وأستاذنا وبركتنا أبو عبد السلام على هذه الكلمات عن حب الله. تحدثنا طبعا تعميما للفائدة أيضا وفي كلمات بالأمازيغية عن حب الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أي اسماء الحقيقة، يعني ما ونزمرها قل محبا يكون وين أقرأ عن تحب يكون نبغي وين كل الخير نسمني وين الخير خطرة كي غدي يصار بيه يناد المؤمن قد طبيعة ينس قوين يدي دخل ربي يتحب الخير إيمان العباديس العباد ربي المؤمنين لكن يتحب إيمانيس لما غدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وريسمو قال العبد المؤمن لكن يلاق ألما يحب المؤمنين أن يحب نفسيتس إن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فك أكون يعني أكون نبين ما كان كمشي أطس قل لي ربي سبحانه عز وجل يسحبي يا كثزورة يخلق قاعد نكمل يخلق قاعد نزين يخلق قاعد نشبح يخلق قاعد نكمل الوصيف النغ يخلق قاعد يفكر مرة إنه نحديش قد دونيش أكن نبغون شكرك نبغون نحمد ونسع ونسمو الدارة ونسكنا من ربي الحقيس قوين يغدي في كنسة فكان يلقى في الحب ومد نكوني العباد مدن يعني العباد كيشبان أبنازم
مثلا من فلان يسحب بك تحبت والزمر طالما تحب بي طالما مادام تعلمت يسحب بك ما فهمت ربي قد خلقني يسحب بك هي لقص حب ربي ربي يفكيك الصفه ديال الهالي يفكيك ديال العقل يفكيك ديال النفس يفكيك ديال اللن يفكيك ديال المزاق يفكيك ديال النعمه قد النيث يعني اكني دي قاريون الشيخ انك ربي جميل يحب الجمال ان الله جميل يحب الجمال هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان كان دار المظاهر الجمالية الجمال الشباحة يعني لبها قد النيث زرت كان غد النيث مكتي دي خلق ربي اذورا الغبو الغوابي ذي سفن ذي البحور ما انك رجل النقصان كايني ولاش كلش كم كان يسي وزن كلش يتقن يعني انشتا يدلو بالله ربي يودي واش يدخل انشتا مرنا يقلق ذي دي نكوني إن كني فقد قلق الحديث القدسي عبدي إنك تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن أطعتني فيما أريد يسرت لك ما تريد وإن عصيتني فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد الله الله يعني قال عبدي وكتشي تبغيت استمنيت نكي بغيغ ما إلا استعطي قوين بغيغ أكسي وتغوين تبغيت يرنا السهولة لكن ما تعصيتي قوين بغير أكعد سبغ قوين تبغيت يرنا السوى الطالة غرس حاشا يني بغير غنكار دي طول سبحانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه إيه بنازم إلا قد يعصرف سلفضل الربي سلإحسان الربي سبحانه وذي قابل الإحسان هيدا الفضليين سطاع ذايا كان ربو دي طلبة رزقنا الحاجة إنك عبثيك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تحقيق العبودية لله تعالى إلا ما إلا نحب نحب ربي ما نقاد نقاد أنا قاد ربي ما نعظم نقدر نقدر ربي سبحانه عز وجل خطره ليش ويش يشبان لقى الكمال ينس ولا قى عطاي ينس كما وين الدفكة فكان إلا نحب ربي ما كني غير تحبي باش ربي غصي وتغويني نبغي إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا أستاذنا أبو عبد السلام على هذه الكلمات وأحسن الله إليك. هلا سهل عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. شكرا يونس. هذه أرقام التواصل نسعد بأن نتواصل معكم تفضلوا بالاتصال بنا ونجيب عن ما تطرحون من أسئلة في هذا الفضاء المبارك. على بركة الله في هذه الأمسية المباركة أم لبواقي المفتتح ومنها السيدة أم عادل. سيدة أم عادل السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك تفضلي. أم آدم أخويا السلام عليكم. أم آدم السلام ورحمة الله. ها الله يخليك. أخونا يونس ما سمعنيش مليح. تفضلي تفضلي. ها بغيتنا نسقسيك على سقسي الشيخ نقوله صلاة الجمعة هذا في الدار وأنا وقت بعد نصليها. صلاة الجمعة في الدار. في الدار وبغيتنا. أنت قريبة من المسجد ولا؟ أنا هي قريبة من المسجد بس ساعات صافي عندي ظروف ما نروحش. كيف؟ ساعات نروح للجامع وما نروحلوش خلاص ساعات نروح له قطرات خلاص مش هي طول. أيوة لصلاة الجمعة. أها في الدار وبغيت نقول له للشيخ نقول له أنا نقول له يدعي لي فرج علي يا ربي بسكنة نقول له أمانة كيش ما تصلي في جامع نقول لهم يدعي لي في السجود ربي ينور. لا شباب أنت ما نوعدكش بهذا الوعد ندعي لك ربي فرج عليك لكن باش ما نوعدك هذه أمانة ما نقدرش عليها. الله يبارك فيك. أو قال لك الشيخ سيدة أم آدم يعني يدعي لك هو ويدعو اللي يسمعوك وربي يفتح علينا وعليكم إن شاء الله, إن شاء الله. ولكن الوعد راهو صعيبة أخت سيدة أم آدم. طبعا سامحينا ربما انقطعت سيدة أم آدم وسامحينا إذا طولنا عليك شوية تسمعوا إن شاء الله. إن شاء الله. سيدة أم هاجر تلمسان. سيدة أم هاجر تلمسان. ألو السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام سيدة أم هاجر مرحبا. فضيلة الشيخ أنا منذ 20 سنة وأنا أتمنى أن أتكلم مع فضيلة الشيخ أبو عبد السلام. أستغفر الله. شكرا. مرحبا بك مرحبا بك. هاي تكلمي وخذي راحتك تفضلي أخت. والله فضيلة الشيخ منذ أن كنت أقدم فتاوي على الهواء في 2001 كان عمري 15 سنة. أيوة. الله يبارك ما شاء الله.
فضيلة الشيخ، أمي تسلم عليك وتمنى لك طول العمر وطول الصحة، اللهم نفعنا بك وإياك بنتي، وإياك أمين وإياك. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك فضيلة الشيخ، وتمنى لي نهار تكون دلية صالحة إن شاء الله مباركة يا رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله. فضيلة الشيخ، أنا كنت فرنسا هذه منذ عامين وجيت لهنا البلاد، ولكن كي كنت فرنسا باش ما صبرتش حتى سرقت بنتي تما، وكي جيت سرقت الأوراق للزوج هذيك. سيدة مهاجر عاونيني شوية رفعي صوتك، كنت في فرنسا منذ عامين ومن بعد كنت حامل وجيت وولدت بنتي هنا في الجزائر. أيوة حامل ويعني أنجبتي في الجزائر، ولكن الزوج ديالي عنده الجنسية الفرنسية، ولكن أنا كي جيت من فرنسا سرقت له الوثائق باش بنتي عاود باش تحصل على الجنسية. كنا عادة ما تطلقناش فضيلة الشيخ. سرقتي له الوثائق باش يتحصل ولدك على الجنسية الجزائرية؟ لا، باش سرقت له الوثائق، أنا جبت هذيك الوثائق وجبت من هنا الجزائر، ولكن كنا عادة ما تطلقناش، وكنت حامل وطلقنا انا والزوج ديالي. راك معايا فضيلة الشيخ؟ ايوا. وتفرقوا بعدين؟ والطلق هو ما كانش مطلقني، لكن هو غدر بيا اني كون قعدت في فرنسا كنت بنتي كانت عدات الجنسية الفرنسية، ولكن هو جابني هنا الجزائر وطلقني، وبعد انا سافرت لفرنسا وبنتي عطاوها الجنسية. ايوا. ولكن الطلق ديالي راه يعذبني فضيلة الشيخ، انصحني الله يخليك. ان شاء الله. طيب البنت هذه هي اللي ولدتيها هنا ولا ولدتيها هناك؟ انا ولدتها هنايا، بصح انا كل ما جبت معايا داك الوثائق فضيلة الشيخ ما بنتي ما يعطيوهاش الوثائق في فرنسا. واضح. معايا؟ واضح ان شاء الله. وانا كي جيت من فرنسا ما كانش مطلقني، هو بالعاني جابني هنا الجزائر وطلقني هنا في الجزائر وانا كنت حامل فضيلة الشيخ، ولكن انا عاود سافرت لفرنسا وعطاوني حق بنتي، ولكن الضمير ديالي مازال يعذبني فضيلة الشيخ. ان شاء الله ربي يوفقك لكل خير ويجاوبك على هذا الانشغال ان شاء الله سيده. الام ديالي اسلم عليك الحاجه، ودائما تقول لك نورتنا التلفزيون الجزائري، والله يطول عمرك فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك يا اخت امها. والطفله هذه والطفله الصغيره هاجر وعندها عامين هذا. الله يحفظها ان شاء الله. الله يحفظها. بصح فضيلة الشيخ انا الدمج راه يعذبني، هو عمره ولا راه هاجر وعمر وقال بنتي، وراك فاهمني فضيلة، ودوق انا حابه نعبي بنتي ونمشي لفرنسا، واش عندي اسم كيما ما يشوفش بنتو من هو عمره ولا تقصى عليها فضيلة الدكتور. طيب طيب ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام سيده ام هاجر، بارك الله فيك. يونس يونس خليني أضيف واحد ثم أجيب، معليش حتى لا تتراكم علينا الأسئلة. عند دفلة أخت لامية، أخت لامية من عند دفلة. السلام عليكم. وعليكم السلام أخت لامية، مرحبا. كي راكم؟ صحة عيدكم. كل عام وأنت بخير. بعيد الكبير ولا الصغير؟ سلامي الأخ عبد السلام، شيخ عبد السلام. مرحبا. الله يسلمك. يسلمك. عندي أسئلة، بعض الأسئلة بغيت نطرحهم عليكم. مرحبا تفضلي. كوني أنا نعمل كشرطية. الله يبارك. يبارك فيك. عندي في الصالة نتاعي دوك باش نتوضى، شفت نخدم أنايا شعري مكشوف. أيوة. وباش نتوضى ونطلع للشومبر نتاعي باش نصلي، شغل يشوفوني كامل، ما نقدرش لتحت نتوضى، عندنا حشاك سانيتير لتحت، وباش نطلع لفوق، وكي ندير الدار يتلايموا عليا خطات الظهر والعصر ويزيد يلاقيني المغرب كيما دوكا نهار راهو طويل، بصح في الشتاء يلاقيني المغرب ديريكتومون تما نصليهم كامل، اسكو يجوز هكا ولا لا يجوز؟ ان شاء الله نجاوبك انت. يجاوبك. وعندي سؤال واحد اخر. مرحبا اخت لامي. انا كنت مخطوبه لشرطي كيما انا ومفتحه عليا، ولحد الساعه ما دار والو، ما كان والو، فتح جاب الشيخ، جبنا احنا الشيخ، جاب هو خاوته، هضروا تفاهموا على صداق وفتح، ومن بعد كي قعدت نقول يا ودي ها راح نكملوا باش نديروا، وانا درت الدوموند نتاعي تاع المغياج وخرج لي الاوكي وكل شيء، يا ودي اروح راني معلقه، ماني متزوجه ماني مطلقه، كيفاش كيفاش؟ يقول لي غير ها تسمحي انت يا في الصداق ما ندفعش فيك الصداق، ولا روحي انت يا اكري السكنه وانا نجي غير نسكن هكا عندك. تما راه عندنا اشكال في هذا، راني في 5 سنين مفتحه، دوك مانيش عارفه اسكو الفتحه تفسخ بالوقت
ولا ما تفسخش؟ هل تفسخ الفاتحة أم لا؟ وعندي سؤال واحد آخر فضيلة الشيخ. مرحبا. شوف، احنا نهار كنا كانت عندنا خدمة، كان عندنا شخص شاب كان محل بحث من طرف المحكمة، كانت عنده قضية تاع بيع مخدرات. ومن بعد هذاك الشخص حنايا كشغل الشرطة عندنا كلفونا حنا البنات باش نتخباو هكا في لباس شرعي ونديروا له خطة باش نحكموا هذا الشخص. سيدة لميا. نعم. معليش هذا شوية داخل داخل في تفاصيل العمل. أنا روحي تفضل. إيه، حكمنا هذا الشخص، جبناه خلى الحبس، راهو في الحبس. حكموا له دا الحكم نتاعو اللي خرج فيه 10 سنين. ماما راه كي سمعت يمه ماتت، قالوا لنا باللي بدي كتبتكم انتوما. سمعت امه وماتت. كي سمعت بالخبر باللي وليدها حاشر حكموا له، يمه دخلت كوما ومن بعد ماتت، ما طولت موراه وماتت. سمعت شغل انني حاسه باللي شغل انا تسببت في هذا الانسان. تأنيب الضمير يعني. أيه. تأنيب ضمير. وبحكم العمل نتاعي يقولوا لي كي تعرفي باللي هذيك البلاصه فيها كاش حاجه هكا ممنوعات مخدرات حاشاك شراب ولا، ما تبلغيش ما تهضريش وما تدخليش روحك وخلي الرجال يخدموا، انت يا خلصي ورقدي. انا عندي تأنيب ضمير من هذه الجهه، انا حاب خدمتي نخدمها صافيه وافيه. ان شاء الله. الله يبارك فيك سيده رمياء. الله هو يبيع في المخدرات عندهم شو. الله ينورك سيدنا لم يا ربي يسدد خطاكم ان شاء الله ويجاوبك الشيخ ان شاء الله يجاوبك اخت لميا. مرحبا. ايوه يونس، هلا سالوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. برنامجكم اليومي يجيب عن اسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. بسم الله نبدأ. من السيدة أم آدم من أم البواقي، شيخنا أبو عبد السلام. نعم. صلاة الجمعة تصليها في الدار تقول. نعم. وأحيانا تروح ساعات نروح للجامع وساعات ما نروح. نعم. فتقول ما الحكم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله التوفيق والسداد. الجمعة معلوم من الدين بالضرورة، وهي فرض عين على بالنسبة للرجال، أما النساء فليست عليهن فرض، من صلتها أجزأتها ومن لم تصليها ليست آثمة، هذا ابتداء. فالمرأة والمريض والمسافر لا تجب عليهم الجمعة، لا جمعة على مسافر ولا على مريض أثر طريح الفراش ولا على مرأة، هؤلاء لا تجب في حقهم الجمعة. لكن لو صلاها أحدهم سواء كان مريضا أو مسافرا أو امرأة أجزأت، يعني صلاتها صحيحة وجمعة. لكن من شروط الجمعة لعامة الناس أن تؤدى في مسجد معلم، معلم يعني معناها له علامات تدل على أنه مسجد. لو مر مسافر لا يعرف البلدة ورأى هذا المعلم يعرف أن هذا مسجد فيقصده للصلاة. من شروط صلاة الجمعة في مسجد أن يكون معلما، أن تكون له صفات تعينه وتبين يعني هويته أو خصوصيته أنه مسجد. هذا بالنسبة لعامة الناس والرجال عموما والنساء أيضا. فأما البيوتات فليست محلا لصلاة الجمعة، إذن البيوت ليست مكان تؤدى فيها صلاة الجمعة، فصلاتها للجمعة وهي في بيتها غير صحيحة ولو كانت قريبة من المسجد تسمع الخطبة وتسمع كلام الإمام، إلا في حالة واحدة، إذا تواصلت الصفوف إلى بيتها، يعني امتلأ المسجد واصطف الناس في الشارع ووصلت الصفوف إلى حد بيتها، فأحدثت صفا في بيتها وصلت مع المصلين، هذا نعم. أما إذا ما كانش فيه اتصال الصفوف، يعني كان هناك انقطاع الصفوف، فهذا وإن سمعت فصلاة جمعتها هنا بهذه الصفة لا تصح. الله ينور. فهي تصليها ظهرا ولا إثم عليها وأجرها ثابت إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. الصحابية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصلاتي في بيتي أحسن أم صلاتي في مسجدك هذا؟ قال لها صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجدي هذا.
اللهم صل وسلم. يعني هذا تعيينا لمكان صلاة النساء، لكن قال لا تمنعوا ماء الله مساجد الله، معناه إذا أرادت المرأة أن تذهب إلى المسجد فلها ذلك وصلاتها صحيحة. فإذا الصلوات التي أديتها وأنت في المسجد جمعة، أما الجمعات التي صليتها وأنت في البيت وليس هناك اتصال الصفوف فأعيد قضاءها ظهرا، لأنك صليتها ركعتين وصلاة الظهر أربع ركعات، فأعيد قضاءها أربعا ظهرا. هذا هو. وإذا صلتها ظهرا في الأصل فتقبل الله، أما إذا صلتها ظهرا أربع ركعات فصلتها صحيحة. الله يبارك فيك شيخ. الدعاء شيخنا تقول بأن ربي يفتح عليها بسكن ولكل، ربي يفتح عليها وعلى جميع المؤمنين إن شاء الله، وربي يحقق الأماني إن شاء الله ويوصل الناس إلى رغائبهم. ولكن إذا أراد الإنسان أن يوصله الله تعالى إلى ما يريد وأن يحقق له ما يريد فليعطي الله ما يريد. الله الله. من الطاعة والذكر والصلاة وما لا. الله يبارك فيك شيخنا وأحسن الله إليك. سيدة مهاجر، نثني الحقيقة على هذه الكلمات في حق شيخنا أبو عبد السلام. الله. أيوة. أولا يعني مسكنا مرت بالمراحل، وهذه المراحل صعبة. أيوة. ثباتها وصمودها وتمكين ابنتها من حقوق الإدارية هذه هي مأجورة عليه. أيوة. هذا أكيد مؤكد. لكن بالنسبة لسرقة الوثائق وأخذها بغير علم الزوج وهو صاحب الشأن وهو صاحب الشريك الأساسي في هذه الوثائق، المفروض يكون اتفاق وتراضي بين الزوجين، ولو كانت الحياة بينهما استحالت والفراق في بداية طريقه، ولكن الذي يتمتع به تتمتع به الأسرة ومن حق الزوجين معا. فإذا أخذ الزوج شيئا الزوجة تعلم به، وإذا أخذت الزوجة شيئا الزوج يعلم به. هذه طبيعة الأشياء. هذه طبيعة الأشياء، وهذا ما ينبغي أن يكون. أيوة. هذا هو. حتى البنت هذه لما تكبر إن شاء الله تعالى في طاعة والديها إن شاء الله لازم تعرف من بابها هول القريب منها، وهي حقوقه وهي واجباته، وهي أمها وحقوقها واجباتها، حتى تعطي كل ذي حق حقه. أيوة. لأن كل منهما يطالب بحق البر والإحسان من البنت. الله يبارك. ولكن أيضا على كل منهما واجب الرعاية والتربية والتوجيه والتعليم والرعاية الصحية وما إلى ذلك للبنت، والرعاية الأخلاقية خاصة لهذه البنت، خاصة وبخاصة يعني بصفة أوكد إذا كانت البنت مكنت من أن تنشأ في بلد غير مسلم. معناها هنا الرعاية تكون أكثر تركيز والعناية تكون أكثر تركيز من أجل إحاطة البنت بكل عوامل التدين الصحيح والأخلاق الصحيحة. هو شيخنا المشكلة أنها قالت ما كان لها، يعني ربما إذا لم تفعل هكذا كان سيقع بعض الظلم على ابنتها في حقها. لا أدرك إحنا لأن كما قال طرف الخصومة من سمعناه من جهة واحدة. أيوة. وسيدنا داود عليه السلام حينما جاءه خصمان وهما أخوان فبادر أحدهما بطرح قضيته، سيدنا داود أصدر حكما على فور ما سمع الأول دون أن يسمع الثاني، ثم أدرك ما فعلت هذا ليس عدلا وليس حقا، مفروض أن لا أصدر الحكم حتى أسمع الخصمين معا. كما قال المثل إذا جاءك أحد مفقوء العين فلا تتسرع وتتعجل في إصدار الحكم لعل الثاني راه مفقوء العينين معا. فلذلك سيدنا داود عليه السلام لما أدرك خر وأناب، يعني سجد لله تعالى طاعة وتوبة ورجوعا إلى الله تعالى وأناب. انظروا يعني استعمال القرآن للألفاظ الصحيحة. أيوة. بس إذن هي أيضا ضميرها قالت يعذبها وأنابت واستغفرت من فعل. الآن تتوب وتستغفر الله تعالى فيما أحست أنها أخطأت. أيوة. وتجتهد إذا كان فيه إمكانية إصلاح الوضع والعلاقة بين الزوجين هذا أفضل. إذا كان يعني أفراد الأسرة الكبيرة إذا أحسوا، لأن ربي قال والصلح خير، إذا كان فيه إمكانية الصلح والتصالح والتصافي والتراجع بين الزوجين لحياة طبيعية وتوفير الجو والبيئة الملائمة لتنشئة البنت على ما يريد الله هذا أفضل، وعلى الجميع أن يسعى لذلك. نعم. هذا هو المطلوب. نعم.
يونس. طيب شيخنا، مسألة أن تحتفظ بالبنت عن أبيها، بمعنى أن لا ليس من حقها أن تمنع البنت عن أبيها، حتى القضاء لا يحكم بهذا المنع وبهذا العزل وبهذا القطيعة أبدا. لا الشرع يرضى هذا القطع، ولا القضاء القانون الوضعي يرضى هذا. الله يبارك. فلذلك من حق الأب ومن حق الأم التمتع بالاستمتاع برؤية فلذة الكبد وهي تنشأ، ويمكن أيضا من إعطاء حق الأبوة وحق الأمومة لهذه البنت. ربما يشوفها ويحن قلبه ولعل ملاقاته لابنته وهي تترعرع، وربما البنت عندما تستعطف أباها: يا أبي لو اجتمع أنت وأمي ولو ترجعون آخر، لعل هذا يجعل محل يعني أي عامين صغيرة. لا، ولكن عامين أيضا تؤثر. صحيح. تؤثر ما شاء الله، يعني حتى خاصة إذا أوصتها الأم: أوعزي إلى أبيك أنني أريد الرجوع إليه من أجلك، أريد أن تنشأ في حضن يجتمع فيه أبواك. فإذا البنت لما تحس بهذا الكلام، خاصة لما تروح لبابها وحده، تروح لأمها وحدها، لما يجتمع يكون أفضل. الله يبارك. فنعم، البنت تكون عامل أساسي في إحداث التصالح والتقارب إن شاء الله مرة إن شاء الله يا ربي. الحقيقة يحبوك شيخنا بنتا وأما، والعائلة قاعد سيدة أم هاجر وأمها يحيوك هذه التحية. إن شاء الله يجعلهم عند حسن، يجعلنا عند حسن الظن إن شاء الله، ويكرمهم بما أحبون به بحبه له إن شاء الله. يا ربي بارك الله فيك، وربي إن شاء الله يجعل هذه الكلمات ترياق إن شاء الله، وربي يفتح على تكون هاجر الصغيرة هذه عامين باب فتح إن شاء الله على إمها وجدتها وأبائها، أبوها هذا اللي خلاها، ربي إن شاء الله يصلح الأمور. أختنا لامية من عين الدفلة شيخنا. نعم، تعمل لامية الشرطية. نعم. تقول في الصلاة لما تتوضأ مع العمل تاعها يمكن أن يروى لما تدخل للدار، خاصة في الشتاء تقريبا رأي تجمعهم كل. نعم. بما تنصح شيخ؟ أولا ربي سبحانه عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معناها الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال، كما ورد ذلك عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى. أول جواب لقيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل عفوي قال: الصلاة على وقتها، يعني احترام مواقيت ومواعيد الصلوات وعدم تسويفها وتأجيلها حتى تجتمع مع أوقات أخرى. وعلماؤنا باتفاق، جمهور العلماء ما فيش واحد شذ عنهم، أنه الإنسان إذا بدون عذر قاهر كإغماء مثلا، مغمى عليه وما إلى ذلك، ومريض طريح الفراش أو في إجراء العملية، اضطر إلى أن تجتمع له صلوات، فإذا لم يكن هناك عذر واجتمع له وقت مع وقت لاحق، هذا من الكبائر. فلذلك نقول لها: صلي، وإذا تعذر عليك أن تتوضئي بالماء فتيممي، ولكن لا تؤجل الصلاة ولا تخليها تسوي فيها عن وقتها. هذا ابتداء، ورب إن شاء الله يجعل فيها خير ويسر عليها الأمر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. راهي إذا حافظت على الصلوات نتاعك، ربي يفتح عليك ويفرج عليك ويسر عليك الحياة من حيث لا تشعري. الله يفتح علينا وعليها إن شاء الله. هي تقول بأنها مخطوبة لزميل. نعم. وإلى حد الآن لا شيء أظهر، وهي تنصح، معقود عليها. معقود عليها. نعم. معقود عليها. وتقول للرجل يعني نكونوا البيت باش نقعدوا معلقين هذا. نعم. ولكن يبدو أن لا شيء في الأفق. خمس سنوات، بما تنصح؟ نعم، أنا أنصحها بالاستعانة بالأقارب، بالأهل، بأهل الشرطي هذا، بأهل الزميل الخطيب هذا، وأهلها. لابد من السعي والاجتماع من أجل التشاور للوصول إلى حل يرضي الجميع ويرضي الله قبل كل شيء. أيوة. فلما يجتمع أهل الزوج الخطيب وأهل المخطوبة ويتفقون على رأي، لا بد أن الخطيبين يخضعان لهذا الرأي المتفق عليه من الأسرتين. فلذلك أنصح هذه الأخت الكريمة أن تستعين بأهلها وأهل خطيبها من أجل الوصول إلى حل لهذه المشكلة والمعضلة، لأن بقاء الإنسان كما يقول مطبق اليدين، يعني مشدود اليدين وينتظر الله يفرج الله يفرج الله يفرج، متى؟ صحيح.
احنا عندنا واحد المثل عامي، عامي انا يعني سمعته من كفيف امي، لا يقرا ولا يكتب، تحركوا ترزقوا، تحركوا ترزقوا. معناها الحركة هي التي تنتج، أما الجمود والخمول لا ينتج شيئا. فلذلك أنصح هذه البنت أن تتودد إلى خطيبها هذا بالاستعانة بأهله وأهلها من أجل الوصول إلى حل. ما فيش مشكلة ما فيهاش حل، يا تيسر الأمر وتحصلوا على سكن وتيسرت الأمور لإتمام المشروع فبها ونعمت، ذلك ما كنا نبغي. إذا تعذر الأمر وظهر بأن فيه تسويف مقصود من هذا الخطيب، وهي لا ترضى لنفسها هذا ولا تقبله ولا تنتظر ولا تحتمل الانتظار، عندئذ قال ودي رحم والديك التقينا بالمعروف نفترق بالمعروف. الله يبارك فيك. يعطيها كلمتها. أيوة. أمام وليها وشاهدين. أيوة. حتى تتحرر من هذا الـ 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 يعني العقد هذا، وتتحرر وتمارس حياتها إن شاء الله مع غيره، وربي فالله يفتح عليها إن شاء الله. ولكن يبدو شيخنا أنه الفاتحة مكتوب في البلدية أم فاتحة فقط؟ لا، العقد هذا رغم يقول شرعي برك، شرعي شرعي برك، لأن أيوة. ما فيش عقد إداري، العقد الشرعي هذا الآن فيه يسر، ولكن لا بد من 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 فسخه بما تم به، يعني من ولي وشاهدين. الله يبارك. وصيغة الطلاق من الزوج، من الخطيب هذا. الله يبارك، ربي إن شاء الله يفتح عليها شيخنا إن شاء الله وعلى الجميع. أختنا لمية كانت في عمل في إطار بحث في إطار عملها، هذا بائع مخدرات، داروا له كمين معين، تم القبض عليه، قدم للمحكمة، حكمت عليه بما يجب، سمعت يماه ماتت، قالوا لها أنتم السبب في قتل أمي. هذا واحد. اثنين، وهي تعمل عندها، يعني عندها شيخنا هذا الواجب أنها تسعى دائما فيه مشكل تبلغ عليه، قالوا لها أنت وش دخلك يعني، راهم كاين رجال. يا ربي كثر أمثالك، هذا اللي نقوله احنا. أيوة. أنت سألتي على الأم الكريمة الله يرحمها التي لم تحتمل الصدمة من إلقاء ابنها في السجن فأصيبت بأزمة وتوفيت رحمه الله تعالى، لكن نسأل سؤال آخر، كم من نفس أماتها هذا الشخص؟ كم من أسرة شردها هذا الشخص؟ كم من شاب كان سبب انحرافه وتشرده هذا الشخص هذا؟ يعني في المفاسد المترتبة على ممارسته لهذا العمل أكبر بكبير بكثير مما نتج عن أمه. أمه شهيدة، شهيدة عاطفة أمومة رحمها الله تعالى، لم تحتمل الصدمة، لأن من طبيعة الأم أن تتعلق بولدها مهما كان أخلاقه. على سيدنا موسى عليه السلام عندما لقاه الله تعالى بالخضر، لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يعني كيف يعني هذا؟ لأن التعليل الذي جاء من السيد الخضر قال لأنه شاب أو ولد سيكون سبب كفر والديه، يجرهما، لأن من طبيعة الوالدين أن يحن أن يحنا على الولد، أن يكون لطيفين مع الولد، وأن يكون مساندين للولد، وأن يكون تابعين للولد. فهذا التبعية وهذا الحنان وهذا السناد وهذا كذا، والولد سيكون منحرفا طائشا يجرهما إلى الفساد رغم صلاحهما. صح. فحب الله لهذين الأبوين حتى لا يقعا فيما يقع فيه ولدهما، يلا أزاحه من طريقهما. فإذن هنا هذا الشاب الذي بلغت عنه ونصبت له كمينا وأعانت على إلقاء القبض عليه، هذا واجب. لو أن كل شرطي يقوم بالواجب، يحس بتأنيب الضمير ويقول خلاص لا أعيد لهذا الكرة ولا أعود، ينتشر الإجرام، تنتشر المخدرات، تنتشر الآفات. لكن لابد لكل شرطي أن يقوم بواجبه كما قامت هذه الأخت وزميلاتها وزملائها. فإذا أبعدي عنك هذا التأنيب للضمير، أنت بالعكس ستعيشين تأنيبا ضميريا حقيقيا لو لم تفعلي، وترتب على ما علمت ورأيت ولم تبلغي فساد كبير، عندئذ تشعرين الألم
ووخز الضمير الحقيقي. أما وقد عملت على تطهير البيئة وعلى هذا الإنسان عندما يدخل السجن لعله يتلقى تكوينا، يتعلق علاجا، يتلقى ما يصلح شأنه ويصلح نفسه، فإذا ما قضى مدته وخرج يخرج عضوا صالحا في المجتمع إن شاء الله، يبتعد عما كان فيه. فإذا أنت أديت واجبك، أبعدي عن نفسك هذا التأنيب للضمير، وربي يوفق إن شاء الله. أمين. ومسألة شيخنا هؤلاء اللي عندهم دائما يقول لك ما تخدمش، خلي الناس تخدم إلى غير ذلك، لا ما تبلغيش، لو ما أن لو أن كل إنسان هذا خمول، هذا يسميه خذلان. والمؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخذله، المؤمن أخو المسلم وأخو المسلم، لا يخذله ولا يكذبه ولا يسلمه. يعني المؤمن أخو المؤمن، من حقوق الإيمان ومن حقوق الإسلام عدم الخذلان. فلما تسكتين على الإجرام وهذا واجبك، وهو واجب مقدس، أكيد تلقين المنحة الشهرية والراتب الشهري من أجل القيام بهذا الواجب، وتهملينه وتغضين عنه الطرف وكأنك ما شفتيش، هذا هو الخذلان. فإذا أدي واجبك وربي يوفقك إن شاء الله ويعلي شأنك يا ربي. بارك الله فيك شيخنا أستاذنا أبو عبد السلام يونس. نستقبل في الربع ساعة الأخير مكالمة في هذا الفضاء. هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر، أرقام التواصل بيننا، تفضلوا بالتواصل معنا، نسعد بكم، نتعلم مما تطرحون من أسئلة في هذا الفضاء المباشر الذي تلتقونه كل يوم عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. نذكر فقط أننا سنتواصل معكم أيضا خلال الشبكة الصيفية من خلال يومي الجمعة والسبت في الإجابة عن الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني. ما المفترض يونس البريد الإلكتروني على مستواكم؟ تفضلوا بالتواصل معنا، أرسلوا بانشغالاتكم، سيجاب عنها خلال الشبكة الصيفية خلال يومي الجمعة والسبت بحول الله. أيوة خلينا إن شاء الله يعني نستقبل مكالمتين أو مكالمة فيما تبقى إن شاء الله. بويرة أخت حسينة مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ لاباس؟ لاباس أخت حسينة، الله ينورك ويبارك فيك. شخصي شيخ سعد على قراءة القرآن. أيوة. إلا لازم بالخمار ولا بالخمار أم بدونه؟ أي ولا استقبال القبلة والوضوء. أيوة إن شاء الله إن شاء الله أخت حسينة. ودعي لنا يا شيخنا. ربي يوفقك إن شاء الله بنتي. إن شاء الله. الله يحفظك أخت حسينة. الله يحفظك. أيوة من يونس بعد أخت حسينة؟ تيزي وزو حميد. السلام عليكم. سلام سي حميد. السلام ورحمة الله. أشكركم وأشكر القناة الخامسة إن شاء الله. الله يحييك حميد، هذا واجبنا. تفضل أخوي. عندنا سؤال. نعم حميد. عندي سؤال. إيه تفضل حميد. إذا تفضل. عندنا ما نطلب منكم إن شاء الله تعطينا الدعاء، عندنا 3 سنوات من الزواج ما زال ما تقصد بها أنا. يا ربي يا ربي إن شاء الله. يا ربي يفتح علينا وعليك يا حميد يا ربي ان شاء الله. جنان يا اخويا جمعة مب. الله يخليك ربي يحفظك يا اخويا. ما كاين سؤال فقهي والله؟ انا ما كاين سؤال اخر ان شاء الله. مرحبا مرحبا ان شاء الله. واللي راهم يسمعوك ان شاء الله قاعد يدعوا لك، وان شاء الله تعاود تعيط لنا وتقول لنا ان شاء الله ربي يوفقنا للخير ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك يا سي حميد من تيزي وزو. مرحبا بويرة أختنا حسينة شيخنا تسأل عن قراءة القرآن للمرأة في بيتها بالخمار أم بدونه، باستقبال القبلة أم القبلة أم لا، بالوضوء أم بدونه، مع الدعاء لها ولجميع المؤمنين ولحميد إن شاء الله بالذرية الصالحة. دعاء ربي يوفقها إن شاء الله ويحفظها يا ربي ويحقق مآربها إن شاء الله. آمين يا رب. أما قراءة القرآن للمرأة في بيتها لا يستوجب لا الحجاب ولا الخمار. أيوة. إن لبست الحجاب أو لبست الخمار تأدبا مع الله تعالى وكلامه فهذا أفضل. أيوة. ولكن إذا لم تتمكن من ذلك فلا إثم عليها. وقضية الوضوء إذا كان ستقرأ من المصحف الشريف
وقراءة الإنسان من المصحف راه هذا منصوص عليه في الحديث نتاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أفضل القربات ومن أجل الذكر أن يتقرب الإنسان إلى ربه بقراءة القرآن من المصحف ولو يحفظ. أيوة ما شاء الله. فإذا كانت القراءة من المصحف الشريف عندنا نص قرآني إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، معناه لا بد من الوضوء. ثم وهي تقرأ من المصحف وهي بالوضوء تصادفها آية السجدة تسجد لها، كيف تسجد من غير وضوء؟ صحيح. ربما لا تطالب بخمار وهي تسجد للتلاوة، ولكن بالنسبة لمس المصحف للقراءة من المصحف لا بد من الوضوء. هذا والله أعلم، وربي يوفقها إن شاء الله. شيخنا بالنسبة للخمار في مسألة السجود، هل ليس المرأة في بيتها إذا كان قلنا تأدبا مع الله تعالى في القراءة، ولكن في القراءة في ليس في, 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 في العبادة يعني الأخرى في السجود، نعم في سجدة التلاوة فقط بلا خمار، ولو بلا خمار سجدة التلاوة وسجدة الشكر، لأن الإنسان يسجدها على الهيئة التي هو عليه. أيوة. يعني هذا هو المطلوب من سجدة التلاوة وسجدة، ولذلك احنا قلنا تأدبا مع الله قبل الإقدام على فتح المصحف والقراءة منه تكون مهيئة بالتأدب مع الله تعالى بلبس الخمار. أيوة. فإذا صادفتها الآية سجدت بالخمار. الله. كما تفعله في الصلاة. الله يبارك فيك شيخنا. مسألة يعني نضيفوها برك لهذا الباب هو قراءة القرآن، سواء ممكن مش من المصحف، يكون من التليفون أو إلى غير ذلك، في 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 المخدع يعني أو مستلقي إلى غير ذلك. معلش. أيوة. الإنسان يقرأ على الوضعية التي تريحه. أيوة. لأن المطلوب من الإنسان وهو يقرأ القرآن التدبر. أيوة. الخشوع، تمعن الآيات. إذا كان وضعية الجلوس ترهق الإنسان هذا وتجعله من معاناته وحركته وتبديل الوضعيات في جلوسه نتيجة الآلام والمتاعب التي يتلقاها، جاز له أن يقرأ وهو مستلقيا على فراشه وهو على وسادته، ويمسك بالآلة، لأن أول الهاتف لا يطلب من ممن يقرأ القرآن في الهاتف الوضوء. صح. يقرأ ولو بلا وضوء. صح. لكن عندما تصادف هذه السجدة لا يسجد. صح. لأن السجدة لا بد منها من الوضوء. لكن محروم. هذا هو. وهذا فضل كبير يعني أن عدد السجدات في ورش راهي 11 سجدة في القرآن الكريم. صح. وفي حفص راهي حوالي 14 ولا 15 سجدة. الله يبارك. شيخنا الدعاء عليها إن شاء الله بالخير. والله إحنا نقول ربي يفتح عليها إن شاء الله بما تتمنى. ويرسل إليها إن شاء الله فارس الأحلام. ويرسل لهذا السيد الأخير اللي قال بلغ سن الزواج وما زال يعني ما فتحش ربي عليه بما يطمئنه ويسعده، ربي يفتح عليه إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وربي إن شاء الله يجعل الأزواج يلتقون كما جاء في المثل وافق شنون طبقه. إن شاء الله يا رب. يعني الأزواج يوافقون، لأن الحكماء في من الفقهاء يقولون لا يتزوجان لا يلتقيان إلا وبينهما متجانسة. إن شاء الله. يعني لا يلتقيان إلا وبينهما جامع قاسم مشترك يجمع بينهما، قد يكون عقلية، قد يكون حركات، قد يكون صفة، قد يكون طبيعة من طبائع. مهم لا بد للزوجين أن يجمع بينهما جامع. سبحان الله. هذا من عند الله تعالى. سبحان الله شيخ. هي فرصة شيخنا مدام، وإن شاء الله كما قلنا سي حميد، رأنا كل من هو وراء التلفزيون أنت ولقت حسينة، كل من طلب الدعاء إن شاء الله ربي يفتح عليه، أعتقدوا فيهم الخير ورهم يدعو لكم. من وراء أخونا حميد كثير قصص، وهي قصص الأزواج عند تأخر الإنجاب شيخ. نعم. والبيت يصير فيه يعني شحال لازم يصبروا شيخنا. نعم. شحال لازم يامنوا بمحبة الله اللي بدينا بها. نعم. هذا الابتلاء بالنسبة للرجال. أيوة. بالنسبة للرجال الأمر يختلف عن النساء. أيوة. النساء إذا تأخر عنها الزواج لأنها ليست هي التي ستدق الأبواب وتسأل عن من يرغب في الزواج. مرأة أعزها الله تعالى وكرمها ورفع قدرها وشأنها وجعلها مقصودة وليست قاصدة، هذا من عزها وكرامتها أن تكون مبحوثا عنها مقصودا إليها.
أما الرجال فهم الذين مكلفوا بالبحث. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجه الخطاب إلى الرجال قال فاظفر بذات الدين، يعني أنت الذي تختار تبحث، مسألة الاختيار وإرادة الاختيار هي بيدك، صح؟ اختر، ابحث عمن ترضاها زوجة لك وأما لأولادك. أما النساء الأمر ليس لهن في هذا الأمر، هذا خاطب أولياء الأمر نتاعهم قال لهم إذا جاءكم، فالمجيء إذن من الرجال بإرادتهم وليس بإرادة البحث من أولياء النساء، لا. فإذن المرأة معززة مكرمة يؤتى إليها ولا تأتي إليه. الله يبارك. فهذا هو، وإن شاء الله ربي يفتح على الرجال وعلى النساء بأن يلقى بعضهم بعضا حسب هذه الموافقات الجامعة وليست المفرقة. أخونا حميد تحدث على تأخر الإنجاب، طيب زوج وزوجة هذا راهم في دارهم ولكن ما فتحش ربي، كيف يعيشوا الزوجية ويرضوا باش عطى الله ويدعوا محبة كلا محبة اللي يهضر معه؟ الرضا بقضاء الله وقدره من تمام وكمال الإيمان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أجاب جبريل عليه السلام ما سأله أخبرني ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لكن عندما أراد أن يركز وأن يبين الركن السادس من أركان الإيمان قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره أو عطاء. أيوة، فهذه هبة من الله تعالى. الله الله. الأولاد فليكن في علم الأزواج والزوجات بأنه هبة من الله تعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فمن تمام الإيمان أن يرضى الإنسان بما قدر الله له، لكن لا يسلم 100% ويبقى خلاص هذا قضائي وقدري، يسعى. لا، هناك عوارض صحية لابد من العرض النفس إلى الأطباء المتخصصين، لأنه يقول العلماء الذرية كالزريعة التي يزرعها الفلاح. الفلاح إذا وضع الحبة حيث لا تؤتي ثمارها، لا تؤتي ثمارها، صحيح. لكن لو وضعها في تربة بها أسمدة مقابلة للشمس مرعية بالسقي وما إلى ذلك فتأتي حبة باسم سنابل، صحيح. في كل سنبلات 100 حبة. إذن لابد من العناية الصحية والبحث عن العلاج الطبي في المسألة مع الدعاء. أيوة. لأن الفاتح والرازق والمعطي هو الله تعالى، الواهب. وبعض الابتلاء محبة، شيخ، محبة من الله تعالى، يعني باش ما يتخلقوش ويعيشوا. لا، بالعكس، لأن الله تعالى أحيانا حينما يجعل الزوجين عاقمين لأن الله يعلم ما لا نعلم سبحانه، ولعله في علمه أن هذين الزوجين لو أكرما بالولد يكون الولد سبب شقائهما، فمنع الله تعالى أسباب الشقاء عنهما. الله يبارك، ورب ان شاء الله يجعل فيها خير. لازم الرضا، لازم لازم. شيخنا ربي يبارك فيك، يبارك فيكم، يعطيك الصحه على هذه اللحظات اللي عشناها معا في خلال هذا العدد من برنامج هلا سائل. يبارك فيكم مسيدي. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على الوفاء. أنقل لكم تحيات الفريق التقني العامل اللحظة بالخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر بقيادة يونس مسيلين إخراجا. بعد ساعتين من الآن يلقاكم على المباشر برنامج لقاء القناة، ألقاكم فيه في عنوان المسلمون الدور الحضاري للعبادات في مواجهة التحديات. سلام.